واحدة 100 غرام تاع طحينة. باه غادي نبريباري البيشاميل. غادي نسيبو شوية الحليب نخليوه يسخن و نديرو الزبدة مع الطحين نخلطوها مزيان حتى دير ما نديروش الزبدة ندوبوها شوية نديروها مع الطحين نديرو في الحليب شوية الملحة شوية البزار و شوية نتاع الزوز الهندي موسكاتو و نديرو حتى بغينا هو القا نتاع موسى باه سادي بون باه هادي هو طريقة الاستعمال. أنا هنايا وزدتها لكم بالزيت ما وزدتهاش بالزبدة على لاقاش بزاف باه المهم كاين اللي تيوزدها بالزبدة كاين اللي تيوزدها بالزيت. أنا عندي البنت كاع ما تتاكل الزبدة عليها باش درتها بالزيت نورمال. غادي نخلطو الحليب مع غادي نخلطو الزيت مع الطحين حتى نخلطو مزيان باش يسخن الحليب و هداك سميتو نسيبو نخلطو داكشي بشويش بشويش فاش غادي تبريبارالنا البيشاميل. غادي عندنا الراكو الراكو راه وزدناه راه درت لكم واحد الفيلم ديال واحد الفيديو الراكو غادي يكون واجد. باستا فريسكا عندنا خصنا بارميزان خصنا موزاريلا و هانتوما تتشوفو كيفاش وزدتها باه جوج الهندي تتسمى موسكاتو ما عرفتش شنو تتسمى باه بس يعطي واحد البسمة فسميتها في اللازانيا شوية البزار شوية الملحة بعد المقادير غادي نكون نقيدهم كلهم نسمى هذاك الشيء ونكبو شوية الخليط اللي درنا تاع الزيت مع الطحين بشويش حنا تم نسيبوه حنا تنحركوه بس ما يدارش بس ما يتحرقش وما يدارش الكويرات صافي وما بس يجي واحد كريم سبيسيال هادي لا بيشاميل launching several sustainable vehicles in the coming years. MG is demonstrating its sole commitment to electric mobility, offering European motorists affordable, practical, safe, and high-tech vehicles with excellent quality. Let me give you an update of MG in Europe. The 100% electric MG ZS EV
is the first truly affordable electric SUV in mainland Europe, and the very first all-electric SUV in the B segment to reach a 5-star Europe NCAP rating for safety as well. Exactly with that. This has reached staggering sales figures in its first year of sales, with more than 15,000 units sold, reaching top positions in the UK, Norway, the Netherlands, and in Denmark. These figures prove the high demand for practical, safe electric vehicles with a smart price. Also, in France, Belgium, Luxembourg, Austria, the number of registrations went beyond expectations. In Belgium, the ZS EV has even been voted as Family Car of the Year 2021. دابا غادي نديرو نجيبو الرابو ونزيدو شويه ديال الكسامادة ونديرو نطلقوه على السرفاس كاملة ونديرو شويه نتاع الفرماج تاع الفرماج موساريلا و بارميزان احنا درنا الاولى نديرو اربعه بعد ما وزناها غادي نديروها في الفرن هيا ولات غادي نديروها في الفرن 180 درجه او هيا راه وزنات غادي تكون
20 دقيقة 25.